مجموعة من النصائح العملية والتفسيرات قدمها مختصون للناجحين في بكالوريا 13 و2000 خلال اليوم الجهوي للأعلام والتوجيه الجامعي بالمعهد العالي للفنون والحرفة بالقصرين. دورنا نحن كرئيس جامعة قيروان نحاولوا نبسطوا المعلومة إلى المترشح، نعتبروه الآن نعتبروه طالب إن شاء الله يوفقوا في اختياراتهم، نوضحوا لهم مختلف الاختصاصات المتوفرة برئاسة بجامعة القيروان عموما ومؤسساتها، والتعريف بالمؤسسة تاعنا ونظام الدراسة وما هي، وكذلك نحاول بالمطويات نعرفوهم بكل مؤسسة وبالمواد التي تدرس بكل مؤسسة، نحاول نبسطوا لهم العملية. طبعا الطالب عادة ما يكونش انفورمي برشا معناتها كيفية الحصول على شعبة معناتها كونجوغون لي زانفورماسيون الموجودة عنده كل، فمعناتها يلتجؤوا لنا باش يسألوا على الشعب، على الكاليتي دو فورماسيون في كل شعبة، على إمكانية الحصول أو عدم الحصول على شعبة. الناجحون والأولياء طرحوا جملة من الأسئلة والاستفسارات لتسهيل عملية الاختيار. حابين نشوفوا برشا أفيق شنو تقدمها الجامعات، خاصة نحن معنا شعبة رياضيات نحبوا نشوفوا لي سيكل نتاع بريباراتوار. الحق قدمت لنا برشا توضيحات فيما يخص الاختيارات نعملوها، فيما يخص برشا شعب ما كانتش عنا عليها فكرة، وحتى على الكونديسيون في الجامعات. الأفيق نتاع الشعب غير واضحة، معتمة، ناقصة إعلام. تمنينا لو كانت معناها لو مضات كما الشهرية على اليغرت وعلى الوحدة، رجت ومضت على الشعب وعلى أفاقها وعلى المسار المهني نتاعها. 2300 تلميذ اجتازوا امتحانات البكالوريا بنجاح في ولاية القصرين، يعيشون هذه الأيام على وقع التوجيه الجامعي يحدد من خلاله اختياراتهم بدقة حتى يضمنوا مستقبل